طبعا هذا الخبر الجميل انه ادراج اليونسكو لفن الخط العربي من ضمن قائمة التراث الغير المادي. طبعا هذه بحد ذاتها مبادرة رائعة لدعم هذا الفن عالميا. صغير كنت أقعد يم والدي الحقيقة، فأشوفه يعني يخط بالحروف، يخط كلمات، يخط كذا، فحبيت هاي المهنة. يعني حاولت أنه أقلد، يعني كل ما مثلاً يقوم من مكانه أنا أقعد بمكانه، أحاول أستخدم. صح كانت الأقلام شوية صعبة علي، فكنت أستخدم ألوان الماجيك. سويت 100 بسملة بالخط السمبولي، ماكو بسملة تشبه الثانية. 100 بسملة أخذت عليها شهادة الدكتوراه الفخرية من ألمانيا.